الجولة الأخيرة من العنف بين فلسطين وإسرائيل تتصاعد، وقد أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين، أثرها يقوض سلم الأمن في المنطقة، ونحن نشعر بقلق شديد. نحن نندد بجميع الأفعال التي تضر بالمدنيين ونعترض على أي انتهاك للقانون الدولي. ندعم لعب مجلس الأمن لدور مسؤول، وندعم جميع الجهود التي ترمي إلى تيسير التهدئة واستعادة السلام. نرحب بجميع المبادرات التي تساهم في حماية المدنيين وفي التخفيف من المحنة الإنسانية، ومن هنا صوتنا لصالح مشروع القرار الروسي. على ضوء هذا الوضع الأخير، ندعو إلى وقف العنف في أقرب الأجال، ومنع انتشار العنف إلى ما لا نهاية، ومنع مزيد من التدهور في المنطقة. السبل العسكرية ليست الحل، فالعنف يولد العنف، وهذا سيؤدي بنا إلى حلقة مفرغة. ندعو جميع الدول المعنية إلى اتخاذ موقف موضوعي وعادل، والمساهمة في وقف المحنة الإنسانية وتجنب ضربة أكثر قسوة لسلم الأمن الدوليين. ولذا ندعو إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وبذل جميع الجهود لضمان سلامة وأمن المدنيين. إن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل خطا أحمرا بموجب القانون الإنساني الدولي. لا ينبغي أبدا استهداف المدنيين في الأعمال العسكرية، استخدام القوة بشكل عشوائي وتعسفي غير مقبول إطلاقا. فالحفاظ على أمن دولة بعينها لا ينبغي أن يأتي على حساب المدنيين. سلامة وأمن طواقم عمل الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية ينبغي أن يضمن. نحن ندعم جهود الوساطة الدبلوماسية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن في أقرب الأجال. وعلى ضوء هذا الوضع الخطير، تدعو الصين إلى فتح ممرات إنسانية في أقرب الأجال لمنع أزمة إنسانية أكثر خطورة. نشعر بقلق شديد إزاء تداعيات فرض إسرائيل لحصار كامل على غزة، وأمر إجلاء السكان من شمال غزة. نأمل أن تلبي إسرائيل نداءات المجتمع الدولي، وأن تستأنف إمداد غزة بالوقود والكهرباء، وأن تتوقف عن إنزال العقاب الجماعي بأهل غزة. نحن ندعم فتح الممرات الإنسانية في أقرب الأجال لإيصال الأدوية والغذاء واللوازم الإنسانية بشكل سلس وبشكل سريع. نقدر جهود الدول المختلفة في هذا الصدد. وفي الوقت ذاته تدعو الصين المجتمع الدولي إلى زيادة المساهمات دعما للوكالات الإنسانية التي تعمل في غزة. ستقدم الصين مساعدة إنسانية في حالة الطوارئ إلى غزة من خلال الأمم المتحدة ومن خلال القنوات الثنائية. سيدي الرئيس، يطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، وينبغي أن يلعب دوره لتسوية هذه الأزمة، وهذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي من مجلس الأمن، أن يتواصل إلى توافق الآراء وأن يعتمد تدابير ملائمة خلال الأيام المقبلة. لقد أبقينا على تواصل مكثف مع الجهات المعنية. مشروع روسيا يعكس دور المجلس في حماية المدنيين، وقد ساهم عدد من الدول في تقديم هذا المشروع مثل مصر والسعودية والأردن وقطر. للأسف لم ينجح المجلس في الاتفاق، أو لم يتفق المجلس على هذا المشروع. المسائل الإنسانية ينبغي أن تخضع للتسييس، حماية المدنيين ينبغي أن تكون أولوية لجميع الأطراف. في السابق كان المجلس يبدأ بالعنصر الإنساني على التعامل مع الأوضاع الصعبة، فالوضع الإنساني مزري والمعاناة مستمرة. مجلس الأمن لا ينبغي أن يتوقف عن جهوده في هذا المضمار. البرازيل كذلك تقدمت بمشروع قرار، ونحن نرحب بهذا الجهد. نأمل أن تتصرف الأطراف بشكل مسؤول وبشكل بناء، ونأمل أن يتم اتخاذ تدابير بناء لضمان التهدئة ومنع أزمة إنسانية.
يلعب المجلس دوره وليفي بمسؤوليته الأخلاقية. سيدي الرئيس، الرئيس شي جين بينغ قد أبرز في مناسبات عدة أن من أفضل السبل لتسوية النزاع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطين مستقلة، والتاريخ قد أثبت مرارا وتكرارا أن اندلاع النزاع في هذه المنطقة يعزى إلى أن حل الدولتين يتم تقويضه بشكل مستمر. عملية السلام في الشرق الأوسط انحرفت عن مسارها ولم تنفذ قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة. عندما نتعامل مع هذه الجولة الأخيرة من العنف في المنطقة، لابد أن نتجاوز عملية إدارة الأزمات واحدة تلو الأخرى، بل علينا أن نستند إلى حل الدولتين، وعلينا أن نبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة. منذ بدء النزاع والصين قد بذلت جهودا لتيسير محادثات السلام. وزير الخارجية الصيني قد تواصل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتوضيح السياسة الصينية وموقف الصين. المبعوث الخاص التابع للصين في الشرق الأوسط سيزور المنطقة هذا الأسبوع ليقوم بالتوسط. الصين تقف جانبا إلى جانب دائما إلى جانب القانون الدولي والعدالة والحق، ونحن مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لوقف العنف في غزة في أقرب الآجال. التعايش السلمي بين إسرائيل وسلام أمر أساسي لضمان السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. وشكرا سيدي الرئيس.